توقف قبل هيك وكان لازم تحكي لا بس ما قدرتش او ما عرفتش. مجاهد عيسى رح يحكي لنا كيف ممكن نقول لا بس بطريقه شوي حلوه. شوفوا الفيديو. مهم جدا انت اكتب كل شيء انت بدك تعمله في هذا اليوم. فلنفرض شغل، خلينا نفرض انه انت بشغل تكتب عندك مهمة 1 2 3. في حال اجى شخص وحكى لك بدي كمان شيء، انت بتعرض عليه المهمات، بتحكي له عندي 1 2 3، شو ممكن اساعدك او كيف ممكن اساعدك او شو الاولوية لهذا الشغل. فهو راح يتفهم انه انت عندك مجموعة مهام، واذا كان في مجال تدخل هاي المهمة بدل مهمة، الأولوية بتصير عنده، فبيتحول كل الموضوع هذا الرفض لعنده هو. الخطوة الثالثة والأيضا هي من أكثر النقاط أهمية، إنه لا تستخدم كلمة لا، ترفضش الكلمة أصلا. كلمة لا ما تحكيها أبدا وتجنبها نهائيا. الخطوة الرابعة والمهمة جدا إنه أنت ترفض ليس لأجل الرفض بل لأنه عن جد أنت عندك ظرف معين، فأهم شيء تكون صادق برفضك لأنه مع الأيام ببين في حال كنت أنت كاذب برفضك، ووقتها يا ويلك يا ظلام ليلك. الخطوة الخامسة والمهمة في المشاعر، اعطي نوع من الحلول. هالشي بيعطي انطباع عند الشخص الآخر انه والله فعلا هو مشغول بس عمال بيحاول يوفر لي حل، فرح يكون تقديره للأمور أكثر وأعلى. الخطوة السادسة والمهمة جدا وهي عبارة عن تكرار حتى ترسخ في ذهن الشخص المتلقي، انت رد كرر له كمان مرة واحكي له انه انا بالعكس انا حابب اعمل هذا الشيء او حابب اطلع لكن للأسف عندي 1 2 3. هالشي بيرسخ في ذهن الشخص المتلقي انه انت انسان مهتم لكن عندك ظرف معين خلاك ترفض. اذا من المهم جدا انه انت تجعل رفضك دائما ايجابي وهادئ وذكي ايضا. طيب وانتو كمان شو في عندكم وسائل اخرى للرفض؟ فاحكوا لنا شو في عندكم وسائل وشاركونا اياها في التعليقات، لاني راح اقرا جميع التعليقات واحاول ارد على كل واحد.